أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبد استعدادهم للحوار مع الحكومة السورية، لكن على أساس الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية وضمان خصوصية قسد وقوى الأمن الداخلي ضمن منظومة الدفاع السورية. لنتابع. في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحدث، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على استعدادهم للحوار مع الحكومة السورية على أساس الاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية وضمان خصوصية قسد وقوى الأمن الداخلي ضمن منظومة الدفاع السورية. عبدي أشار إلى أن المحادثات مع دمشق لم تحرز أي تقدم نتيجة تعنت الأخيرة وعدم استعدادها للتفاوض، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تسعى إلى أسلوب المصالحات كما حدث بالجنوب السوري، وهذا ما لن يقبله سكان شمال وشرق سوريا. قائد قسد أوضح أن مسألة شمال وشرق سوريا سياسية بالدرجة الأولى ولا يمكن حلها عبر المصالحات والعفو من الحكومة، حيث تقطنها شعوب عدة من الكرد والعرب والسريان، كما أن لدى قسد بحدود 100,000 مقاتل يحمون المنطقة مع وجود الإدارة الذاتية التي تديرها منذ 10 سنوات، قائلا أن هذا الوضع الخاص يحتاج إلى حل خاص عبر الحوار والتفاوض. وعن خطوات بعض الدول العربية للتقارب مع دمشق، قال عبدي أنهم مع أي خطوة تساهم في حل الأزمة السورية، لكن الحكومة تستخدم ذلك التقارب للابتعاد عن الحل السياسي وتقوية موقفها ضد القوى السورية الأخرى. وعن الإشاعات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول سماح قسد لقوات الحكومة بالعودة إلى بعض المدن في شمال شرق سوريا، أكد قائد قسد أنه لم تحصل تغييرات على الخريطة العسكرية مع قوات الحكومة السورية ولن تحصل دون إبرام اتفاق شامل لحل الأزمة السورية برمتها، وقال أن المناورة التي جرت في المنطقة كانت مشتركة بين قسد وقوات روسية بهدف رفع الجاهزية لحماية المنطقة. وحول تهديدات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، أكد عبدي أن قواته تتعامل مع تلك التهديدات بجدية، مبينا أن أنقرة فشلت في الحصول على موافقة القوى الدولية الفاعلة في شن عدوان جديد على المنطقة. وأكد قائد قسد بأن الأمريكان أبلغوه رسميا عن معارضتهم لأي عدوان تركي محتمل على المنطقة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي هو الآخر أبدى معارضته لأي احتلال تركي جديد للأراضي السورية. وبشأن استعداد قسد للحوار مع النظام التركي، أشار عبدي إلى أن قسد ورغم أنها في موقع الدفاع إلا أنها لا تعارض حل الخلافات مع أنقرة عبر الحوار شريطة خروجها من المناطق المحتلة من الشمال السوري. للحوار تنضم إلينا من واشنطن سينم محمد، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن. أهلا بك أستاذة سينم. التصريحات الأخيرة للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، هل قطع الشك باليقين بأنه لا تنازل عن مناطق لصالح الحكومة السورية؟ تحية لكم ولمشاهدينكم الكرام. طبعاً يعني الحوار مع النظام السوري له أسس ومبادئ، يعني لن يكون حوار فقط من أجل التسليم أو من أجل المصالحة وكأنك يا أبا زيد لم يعني ما غزيت، يعني كأن لم يحدث شيء. هنا يجب أن نكون واقعيين، وأن النظام السوري يجب أن يفكر بمنطقية وواقعية أكثر. هذا ما نحن دائما نقوله. هناك أكثر من 10 سنوات من الحرب في سوريا، الدائرة في سوريا أدت إلى عديد من التطورات والتغييرات، سواء تغييرات سياسية أو تغييرات مجتمعية أو جغرافية، حتى الديموغرافية هناك كثير من الأمور التي أدت إلى تغيير في ما يحدث الآن. يعني سوريا الآن ليست كما سوريا قبل 2011، هذا يجب أن نتفهمه جيدا. لذلك خلال هذه السنوات من الحرب الطاحنة، هناك في مناطق شمال شرق سوريا إدارة ذاتية ديمقراطية ليست لمكون واحد، إنما لجميع المكونات في المنطقة، وهذه هي القوة التي نعتمد عليها. نحن لسنا ككرد فقط
نريد كما يدعون يريد تشكيل حكم ذاتي أو انفصال عن سوريا. هذا كان مشروعنا واضح منذ البداية، نحن لا نخاف من شيء، إن كنا نريد شيئا نقوله بصراحة. نحن لدينا مشروع تعددي يعتمد على كل المكونات أن تدير المنطقة، وهذا ما عملناه أكثر من 10 سنوات. إدارة ذاتية موجودة في المنطقة، المكونات تعمل مع بعض سواء إداريا سواء سياسيا سواء عسكريا أيضا، حيث اختلط الدم العربي مع الكردي مع السورياني والأرمني والآشوري في حماية هذه المنطقة. إذا لن نكون الآن نجلس على الطاولة وكأن شيئا لم يكن ونقول تمام ارجعوا إلى المنطقة ونحن كما هي سابقا، هذا لن يكون أبدا. هناك أسس أساسية، اعتراف بهذه الإدارة الذاتية دستوريا، وأعتقد هذا ليس مخالف لما ذكره أيضا الرئيس السوري عندما قبل اللامركزية. يعني نحن نتحدث عن نظام لا مركزي في سوريا، وهذا من ضمن هذا النظام، سميها ما شئت، سميها إدارة ذاتية، سميها كما تشاء، ولكن نظام لا مركزي. طيب أستاذة سينم، بهذه الفترة التي تحدثت عنها أنه سوريا قبل 10 سنوات ليست كما هي اليوم بسبب تغييرات سياسية والمجتمعية وكثير من الأمور، لكن ما الذي قد يدفع الحكومة السورية أو يجبرها على تغيير ذهنيتها السلطوية والتفرد في الحكم والقبول بحوار جاد مع الإدارة الذاتية؟ يعني أعتقد بأن الحكومة السورية ليست يعني ساذجة، لأنها تعرف ما يحدث من متغيرات دولية وأقليمية أيضا، ولكنها تقاوم نوعا ما لتحصل على قدر أكبر من ما تريده، وهذا أعتقد اعتقادي. النظام السوري إلى الآن لا يوجد هناك إجماع دولي كبير على، يعني الكل يعرف ما ارتكبه في أثناء هذه الحرب. أعرف بأن الحرب السورية هي حرب أثرت على الجميع، ولا يوجد يد نظيفة فيها سواء نظام أو معارضة أو أي كان. لذلك هناك يعني النظام السوري ما زال موقفه ليس الموقف القوي. أولا ناحية اقتصادية، المناطق التي سيطر عليها النظام اقتصاديا جدا سيئة، من ناحية حتى الناس الموجودين هناك يعني على مضض هم يتأففون من ما يحدث من ناحية حتى الناحية الإدارية في هذه المناطق. ويعتقد النظام السوري بأن إعادة العلاقات العربية والتطبيع معه تعطيه قوة ودافع أكثر بأن يتمسك بما هو عليه ويقبل على الآخرين أن يقبلون بالحل. طيب هذه الرؤية التي يفكر بها أو تفكر بها الحكومة السورية أو النظام كما أسميتيه أستاذة سينم، هل يؤثر على مساعي أو الجهود التي تدعو للحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة؟ باعتقادي هذا لن يؤثر، لا، باعتقادي بالعكس، لأن هذه المحاولات من قبل الدول العربية لإعادة سوريا الجامعة العربية أو للدائرة العربية دعونا نقول، هذه الحوارات ستؤدي إلى حل الأزمة السورية، يعني لن تكون بدون شروط لهم. أنا أعتقد هذا ما يدور الآن وراء الكواليس، لن يكون هناك بدون شروط. إذا يعني إذا أرادوا أن تعود أو تطبيع مع النظام السوري لم يتغير شيء، إذا هم يريدون بعض التغييرات في هذا النظام لكي يتم قبوله في المجتمع الدولي. وأعتقد حتى المجتمع الدولي أيضا ينتظر من النظام أن يكون هناك بعض التغييرات أو التنازلات من قبله، لأنهم أعلنوها صراحة حتى يغير سلوكه. إذا ما هو السلوك الذي يريدون تغييره من ناحية إنسانية، من ناحية سياسية، من ناحية معتقلين؟ يعني كثير من الملفات شائكة هناك. فباعتقادي النظام السوري أو الحكومة السورية عليها أن تدرك تماما أن أي دولة عربية تريد التطبيع معها لن يكون مقابل لا شيء. يعني هذا ما
أعتقد يتم الحديث عنه. تطرقت أيضا منذ قليل أستاذة سينم عن موضوع أن الحكومة هي في موقف ضعف، ويعني عندها أزمات عديدة منها الاقتصادية. هناك من يعتقد من الموالين لنقول للحكومة ومن صفحات الإعلام التابعة لها والتي تسيرها يقول أن قسد هي بحاجة شديدة إلى الاتفاق مع الحكومة، لكن هناك في المقابل من يعتقد أن الحكومة هي مضطرة أصلا للتفاوض مع الإدارة الذاتية ومع مسد للوصول إلى حل لانتشال الواقع الاقتصادي التي تمر به مناطق سيطرة الحكومة من واقعها المتأزم. أي الرأيين يعني أصوب أو أقرب إلى الحقيقة؟ يعني أعتقد بأن يعني علينا أن نأتي بهذه المقاربة، أيهما يأتي ويوصل إلى حل لإنهاء هذه الأزمة يجب أن يتم، هذا اعتقادي. يعني الحكومة السورية هي بحاجة لأن تقوي اقتصادها وحاجة إلى أن تعود دوليا، لذلك لن يتم يعني الوضع كما هو الحال عليه الآن. قصد هي أيضا بحاجة لإيجاد أو مسد بإيجاد حل للأزمة السورية، ونحن من بدايتها نريد أن نصل إلى حلول. حلول هذه الأزمة السورية هي عبارة عبر الحوار. إن لم نجلس على طاولة الحوار والمفاوضات إذا لن نصل إلى حلول ولن نصل إلى إنهاء هذه الأزمة، وستظل هذه الأزمة موجودة ما دامت هناك تباعد في الحوار والنقاشات. أعتقد الجلوس على الطاولة هو الحل الأمثل للوصول إلى حل هذه الأزمة، سواء مع دمشق وهذا هو الأساس الآن، ونحن نعرف كثير من المنصات الدولية سواء جنيف أو سوتشي وغيرها لم تفلح. يعني أنا لا أرى جنيف أخرى أو أي جنيف ثانية، هناك كثير من التعقيدات، لأن حتى الأطراف التي كانت تجلس على جنيف الآن هناك تغيير في هذه الأطراف، هناك ضعف في مواقفها التي كانت تجلس مع النظام، لذلك النظام لا يريها أي أهمية ودائما يحاول أن يتهرب من هذه النقاشات معهم والحوار. لذلك أعتقد بأن قسد ومسد والإدارة الذاتية في مناطق شمال شرق سوريا تختلف تماما عن أي منطقة أخرى. هناك إدارة، هناك ناحية سياسية. يعني نحن نعتقد الحل السياسي في سوريا لهذه الأزمة سيكون من مناطق الإدارة الذاتية. طيب، ما هو هدف الحكومة السورية وإعلامها وصفحاتها وحتى المواقع الإلكترونية التي تتبع لها باختلاق قصص ومواقف بأن قسد والإدارة الذاتية يعني تسعى جاهدة للعودة إلى حضن الوطن كما يسميها إعلام النظام أو الحكومة؟ يعني نحن بعيدين عن الوطن، نحن ضمن الوطن ولن ننقسم عن الوطن ولا ندعو إلى الانفصال عن هذا الوطن. دمشق تهمنا كما هي القامشري، عفرين تهمنا كما هي طرطوس أو اللاذقية، إذن وحمص، إذن نحن سوريا كافة تهمنا. وعندما نقول هناك حوار مع النظام السوري أو مع الحكومة السورية، هذا يعني بأننا نحن جادين لإنهاء هذه الأزمة ولعودة سوريا متعافية. سوريا لن يتم لها إعادة الإعمار أو تقديم مساعدات بشكل كامل للشعب السوري وإنهاء الأزمة وعودة اللاجئين ما لم يتم هناك أي حلول سياسية. وكل المجتمع الدولي يقول الحل السياسي هو الآن عبر المفاوضات أو عبر الحوارات، وهذا ما نقوم به أعتقد. نعم. وكل ما يقوم به الحكومة السورية أو الإعلام الموجود هناك يعني هو الحكومة السورية دائما تجيش إعلاميا ضد قسد ومسد وخاصة هذه المناطق. بالنسبة نعم بالعودة للتصريحات، طارح الحل الأزمة السورية أعتقد تماما. نعم. والناس في مناطق سيطرة النظام يعرفون تماما الأزمة الذين هم فيها الآن. بالعودة للتصريحات التي صرح بها القائد العام لقوات مسد يعني مظلوم عبدي، كيف ستتعامل موسكو مع الحكومة السورية بعد هذه التصريحات الواضحة والرسائل الشديدة بأنه لا تنازل عن أي منطقة أو أي ملف إلا بعد الاعتراف بالإدارة الذاتية بالدستور؟ موسكو كيف ستتعامل مع هذه التصريحات وتتعامل مع دمشق أيضا؟
هلا أعتقد بأن موسكو هي أيضا تسعى إلى الحل، يعني موسكو خلال هذه ال10 سنوات أيضا دفعت كثير وهي تريد إيصال وصول إلى حل، وكل المجتمع الدولي الآن على إجماع لإيصال إلى إنهاء الأزمة السورية، هذا يعني واضح كان. لذلك موسكو عندما تقول هناك أن يكون حكم لا مركزي أو إدارة يعني لا مركزية في سوريا، إذا هذه من ضمن نحن نقول هناك إدارة علينا أن نتفاوض وأن نجلس معهم، وأعتقد موسكو بها ستؤيد هذا أو ستكون هناك، أعتقد يعني موسكو عليها أن تصل إلى هذا إنهاء الأزمة من خلال الضغط على النظام السوري بقبول الجلوس والتفاوض. إن جلسنا على الطاولة هناك كثير من الأمور ممكن أن نصل إليها كمشتركات، وكثير منها ممكن تكون شائكة نصل إلى حلول. يعني نحن لسنا متزمتين، إحنا نريد الحل ولكن نريد أيضا أن نحافظ على ما تم خلال هذه على المكتسبات السياسية والعسكرية في هذه المدة الزمنية. سؤال أخير أستاذ سينم، اليوم هناك زيارة لوفد من الخارجية الأمريكية لمنطقة شمال شرق سوريا والتقت بمظلوم عبدي، كيف تفسر هذه الزيارة السياسية وماذا حمل الوفد؟ يعني هناك زيارات متعددة حصلت إلى المنطقة سواء عسكرية أو سياسية. سياسيا بمعنى، ونحن أيضا هنا كان الاجتماع معهم، أننا نحن ندعم مناطق الإدارة الذاتية، هذا كان واضحا. جلوسهم مع مسد كجناح سياسي كان واضح، جلوسهم مع قسد عسكريا، وجلوسهم مع المجلس المدني أعتقد بالرقة أيضا كان لهم اجتماع. إذا هناك رسالة توجه بأننا نحن ندعم مناطق الإدارة الذاتية وسياسيا واقتصاديا أيضا. أعتقد الدعم الاقتصادي هو المدخل للدعم السياسي، فأعتقد هذه الرسالة. ويعني لا أعتقد حتى أن موسكو سترفض أن يكون هناك ضغط للنظام للوصول إلى حل الأزمة السورية، وهناك بعض أعتقد التفاهمات أيضا بين الأطراف الدولية على ذلك. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن سينا محمد، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود.